الطبخ ما هو كل حياتي، لأن كل واحدة عندها أهداف تسعى لتحقيقها، والتحدي كيف أوازن بين شغلي وكيف أقدم أكل صحي ولذيذ لعائلتي. مو شرط أننا نقضي وقت طويل في المطبخ إلا أنه جزء مهم في حياتنا، لأني مؤمنة أن الأكل اللي أسويه بنفسي وأستخدم فيه زيت عافية المستخلص من قلب حبات الذرة هو الوحيد اللي يعطيني ألذ طعم وكله صحة وعافية. الطبخ ما هو كل حياتك، بس كل طبخك عافية.